تشيك إنجن، خلل منظومة المحرك، وقد يكون السبب في ذلك حساس الأكسجين أو شمعات الاشتعال أو حساس تدفق الهواء. خلل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي. نظام الحماية من السرقة مفعل. السيارة بحاجة للصيانة. تخفيض قوة محرك السيارة بشكل أوتوماتيكي، وذلك لوجود خلل في منظومة المحرك، والهدف من ذلك هو حماية المحرك من أي عطب إضافي. وجود خلل في منظومة المقود، وقد يكون السبب في ذلك انخفاض السائل الهيدروليكي. خطاف سحب المقصورة مفتوح. درجة حرارة المحرك مرتفعة. خلل في منظومة الفرامل، وأيضا قد تكون فرامل الاصطفاف مفعلة. قد يكون هناك انخفاض في سائل الفرامل، أو خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل ABS. انخفاض ضغط زيت المحرك، وقد يكون السبب في ذلك نقص في كمية الزيت في المحرك أو وجود مشكلة في مضخة الزيت. نظام أوفردرايف غير مفعل. قم بتغيير زيت المحرك. ضغط الهواء في العجلات منخفض. نظام تثبيت السرعة في وضعية التشغيل. أبواب السيارة مفتوحة. مصابيح الضباب في وضعية التشغيل. خلل في نظام الوسائد الهوائية. خلل في مصابيح السيارة الخارجية، أحد المصابيح معطل. خلل في نظام المفاعل التحفيزي أي الكاتالايزر. الفرامل بحاجة